كانت البلد مزدهرة، لكن في تلك الفترة حدثت أمطار غزيرة جدا تسمى جرفة الباطنة في سنة 251. في تلك الأيام لا توجد إرصاد، لا يوجد إرصاد وتنبؤات، والبيوت لم تكن مبنية بالبناء القوي مثل هذا الزمان، كانت أبنية طينية وأبنية من عرشان ونحو ذلك يعني، وأناس أيضا يسكنون متناثرين في عدة أماكن، وأدى إلى دمار معروف طوفان الباطنة أو جرفة الباطنة. طبعا هذا ليس الأول وليس الأخير، على الفترات أيضا تحدث جرفات وطوفانات وأعاصير وأمطار قبل ذلك وبعد ذلك، لكن هذا أشهرها وقد دونته كتب التاريخ وكتب الفقه. ومن الدمار الذي خلفه هذا الإعصار طبعا وفيات كثيرة بالآلاف، العدد غير محصور وغير معروف، تذكر أحيانا بعض الكتب كم تقديرات الموتى، ولكن الأبرز ذهاب معالم المنطقة، ذهاب المعالم وذهاب ملاك الأموال والأراضي والبيوت والمزارع بعد الإعصار بعد الطوفان. اتضح أن جملة من الناس يعني فنوا، أخذهم الطوفان وأصبحت أموالهم مجهولة الأصحاب، وظهرت مسائل في الفقه في كتب الفقه، ما حكم هذه الأموال التي لا يعلم أصحابها، مجهولة الأرباب يعني مجهولة الأصحاب. واتجه رأي الفقهاء إلى أنها تصبح بيت مال، يعني حق للدولة، حق للدولة هي التي تتصرف فيه. والأغرب من ذلك أن النقاش في أموال الباطنة استمر سنين طويلة وعقوداً كثيرة، بل استمر قروناً. الطوفان في القرن الثالث الهجري، وأموال الباطنة تناقش في كتب الفقه إلى القرن الثالث عشر، يعني لمدة 1000 سنة يتحاور العلماء في أموال الباطنة مجهولة الأرباب، هل يجوز أن يزرعوها أو لا يجوز، هل يعني هل لهم التملك أم لا. طبعا ليس معنى ذلك أن الباطنة استمرت طيلة هذه القرون الطويلة غير مأهولة، لا، هناك أناس بقوا، وهناك يعني عدد وفير من القبائل ومن الناس هاجروا من الشرق والغرب واعتمرت، ولكن أكثر عمران الباطنة في أواخر دولة النباهنة، وخاصة بدأت العمران أكثر في دولة اليعاربة، استمر العمران في دولة اليعاربة، واليعاربة اتجهوا إلى الجانب العمراني، شقوا الأفلاج وبنوا الحصون والقلاع، ومن ضمن الأعمال الجليلة التي قاموا بها أنهم وصلوا الحجر بالسهل من خلال جملة من الأفلاج، وبعض الأفلاج آثارها باقية الآن مثل فلج الحزم الذي يصل بالطريف في المصنعة، وجبل فلج الكامل أو مشروع فلج الكامل الذي كان يريد أن وصل إلى المصنعة عن طريق الحزم وكان اتجاهه إلى بركة. وأخبرت أيضا أن هناك بعض الأفلاج كانت تجري من الحور، من منطقة الحور، من وادي الجهاور ليصل إلى الخضرة، بعض الأفلاج، مع أن الخضرة أيضا وفيرة المياه
وفي أماكن متفرقة في جهة الغرب والشرق أيضا كان هناك سواقي إلى فترة يعني ليست بعيدة جدا، لكن طبعا دمرها الغزو في أواخر دولة اليعاربة، وبدأت مظاهر العمران تتغير. على كل حال لا أريد أن أتكلم عن هذه الزاوية الآن، لكن ما يحدث في دنيا الناس في هذا الكون على هذه الأرض من تغير للمعالم بأسباب يعني في ليلة وضحاها يتغير كل شيء. يعني حدث واحد يعني الطوفان كم سيستمر، الأمطار كم ستستمر، يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، كم يعني 10 أيام أقل أكثر، لكن الآثار تمتد إلى سنين. لاحظوا الآن طوفان الباطل كم استمر، النقاش حول الأموال 1000 سنة، وجدت مسائل القرن 13 الهجري يناقش، حتى في زمان المشايخ مثل الشيخ سعيد بن خلفان في القرن 13 وغير الشيخ سعيد بن خلفان يناقشون هذه المسائل. الشيخ السالمي ذكرها حتى في جوهر النظام، الشيخ السالمي في القرن 14، بعد إلى القرن 14 امتد الحديث والنقاش في هذه المسألة. هذا شيء عجيب، كيف أن الحدث الواحد الذي يستغرق فترة قصيرة يمتد زمنه طويلة، تمتد آثاره طويلة. وهذا شأن المولى سبحانه وتعالى، عندما يريد شيئا يحدث فجأة. إنما أمرنا لشيء إذا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فآيات متعددة أن أمر الله تعالى يحدث بدون زمن أصلاً.